باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهنئكم بالعام الجديد 2018، وأهنئكم بعيد الميلاد الجديد أول الأعياد السيدية التي نحتفل بها في كل عام. أقدم تهنئتي إلى الجميع، إلى كل الأباء المطارنة والأباء الأساقفة، الأباء الكهنة القمامسة والقصوص، إلى كل الشمامسة والخدام والخادمات، إلى أعضاء وراخنة مجالس الكنائس، وأيضا إلى كل الشعب القبطي المسيحي في كنائسنا المنتشرة عبر الأرض في كل مكان في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأيضا في أفريقيا وفي آسيا وفي أستراليا. أهنئكم جميعا بهذا العيد، عيد الميلاد المجيد. وعيد الميلاد هو بداية جديدة نحتفل بها في كل عام. نتذكر في الخليقة الأولى عندما خلق الله آدم وحواء وأوجدهما وبدأ بهما حياة طيبة، كان يتمتعان بالحياة مع الله، وعاش هذه الحياة النقية الجميلة. ولكنهم عندما دخلت الخطية إلى حياتهم تفككت العلاقة القوية التي تربطهم بالله، وصار آدم خائفا ومختبئا، وصارت حواء بالمثل وطرد من أمام الله. وعاش الإنسان وتكاثر في الأرض بحسب الوصية، وامتدت الشعوب والأجناس والأمم في الأرض في أماكن كثيرة في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، سام وحام ويافوس. وانتشر الإنسان وانتشرت معه الخطية، وانتشر الصراع، وانتشرت الجريمة، وانتشر العنف، وصار الإنسان في حروب مستمرة، سواء حروب داخلية أو حروب خارجية. ونسمع عن الصراعات الكثيرة جدا في العالم، ونعود فنتساءل ما هو الحل أمام هذه الصراعات، كيف يواجهها الإنسان. الواقع أننا في قصة الميلاد يمكن أن نجد إجابة على هذا السؤال، والإجابة على هذا السؤال تتمثل في أن الإنسان يجب أن يعيش في فكر وروح مرحلة الطفولة. لقد جاء السيد المسيح مولودا في بيت لحم اليهودية، رضيعا صغيرا وطفلا وصبيا، وفي كل مرة نحتفل بالميلاد نحتفل بالطفولة، ويمكن أن نقول أن الطفولة هي مفتاح الحل. كيف؟ طبعا لا أقصد بالطفولة الأعمار الأولى في سن الإنسان، ولكن أقصد روح الطفولة والروح التي نجدها في كل طفل. ربما في الأيقونة التي تجدوها بجوارنا، أمنا العذراء مريم بملابسها الزرقاء التي تعبر عن السماء الثانية والنجوم الكبيرة الموجودة على هذه الملابس التي تعبر على بتوليتها قبل الميلاد وأثناء الميلاد وبعد الميلاد، وهي تحتضن هذا الرضيع الطفل الصغير مولود بيت لحم، وتجد أنه مقمط بأقماط تشبه الكفن، فهو جاء ليموت وليقدم نفسه عن العالم كله. وتجد بجوار المزود تجد حيوانين يمثلان اليهود والأمم، وفي نهاية الصورة تجد صورة للخروف الذي كان يقدم كذبائح، التي كانت تقدم كذبائح رمزا على الذبيحة الدائمة، ذبيحة وصلب ربنا يسوع المسيح من أجل فداء البشرية. ونجد الصورة تتمتع بظلال الليل حيث كان ميلاد ربنا يسوع المسيح. الطفولة مفتاح للحل، والطفولة بصفتها وبروحها، حتى أن الكتاب المقدس يقول أن ربنا يسوع المسيح يعلمنا في متى 18، إنجيل معلمنا متى إصحاح 18، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال، مثل الأولاد الصغار، لن تدخلوا ملكوت السماوات.
كيف نرجع؟ الرجوع يكون من خلال الصفات التي يتمتع بها الأطفال، وهذه الصفات نجدها في شخصيات كثيرة في الميلاد. إن نظرتم معي إلى صفة البساطة التي يتحلى بها الأطفال، سنجدها واضحة جدا في الرعاة البسطاء الذين كانوا في البرية والبادية يرعون قطعانهم، وظهر لهم الملاك وأخبرهم بالبشرى السعيدة. والرعاة لا يعيش في مكان واحد، يتنقلون من مكان إلى مكان، ولكن ما يغلف حياتهم هو البساطة في ترحلهم، في مأكلهم، في مشربهم، في سكناهم. البساطة هي كل شيء، يحتاج الإنسان أن يعود إلى البساطة. الأمر الآخر الذي نجده، الأمر الثاني الذي نجده في أحداث وقصص الميلاد، القديس زكريا الكاهن وزوجته إليصابات كاهن، نجد الصفة القوية وهي صفة الثقة والإيمان واليقين. الطفل الصغير يتميز دائما أنه يصدق كل شيء، يصدق في براءته. هكذا زكريا الكاهن عندما استمع إلى بشرى الملاك عندما يبشره، نجده صار صامتا مثلما كان رحم إليصابات صامتا، ومثلما كانت تبدو السماء كأنها صامتة، ولكن في الوقت المناسب أعطاهم الله الإبن أعظم مواليد النساء يوحنا المعمدان، اللي الكتاب تكلم عنه كثيرا. ونجد القديسة إليصابات تقول في عبارة قوية: الذي نظر إلي لينزع عاري من بين الناس. هكذا كانت إليصابات، التصديق والثقة واليقين. الصفة الثالثة التي نجدها في الأطفال هي صفة النقاوة. الطفل صفحة بيضاء يمتاز بالنقاوة الشديدة وبالطهارة، وهذه الصفة نجدها واضحة جدا في أمنا العذراء مريم التي تلقت بشارة الملاك، وكانت إجابتها على هذه البشارة تتميز بنقاوة بالغة. كيف لي يكون أن يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ وعندما يشرح لها الملاك: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك المولود منك هو قدوس ابن الله، نجدها في نقاوة وفي اتضاع. نجدها تقول: هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقبلك. هذه الصفة أيضا نجدها في الطفولة، العالم يحتاج إلى هذه الصفة الآن. الصفة الرابعة التي نجدها في حياة الأطفال أيضا صفة الفرح والتسبيح. زي ما كلنا نعرف أن الأطفال يحبوا الموسيقى، والأطفال يحبوا الأغاني، والأطفال يحبوا الترنيم. في قصص الميلاد نجد قصة الملائكة الذين ظهروا بفرح، وكانوا مثل جوقة كبيرة في هذا الغناء السمائي وهذه الكلمات: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. إنها عبارات قوية تمتلئ فرحا، ويوجد فيها الموسيقى. العالم يحتاج أن يتعلم الموسيقى، لأن الموسيقى هي الفن الرفيع جدا، وعندما يتعلم الإنسان الموسيقى يستطيع أن يطرد الخطية، لأن الموسيقى تجعل الإنسان مرهف الحس. الإنسان عندما يتعلم الموسيقى وعندما يعيش بفرح باستمرار بهذه الصورة، يجد أن الحياة أمامه حياة جميلة، ويمكن أن يتغلب على كل الصراعات. الصفة الخامسة التي نجدها في الطفولة هي صفة الحكمة. تقول لي: إزاي الحكمة؟ ده الحكمة بتاعت الكبار. أحيانا الأطفال الصغار في إجابتهم أو تصرفاتهم نجد حكمة بالغة تصدر منهم.
وربما حكمة الأطفال تساعد في حل مشكلات الكبار. الحكمة نجدها أيضا في أحداث الميلاد، نجدها في المجوس الحكماء الذين أتوا من المشرق لكيما يقدموا هداياهم الذهب واللبان والمر. هذه الصفات الخمسة هي صفات نراها في مرحلة الطفولة تدعونا قصة الميلاد أن نعيش فيها، وبها نستطيع أن نواجه الصراعات التي تعم العالم وتنتشر في العالم. أنا سعيد أني أرسل لكم هذه الرسالة وهنئكم بهذا الفرح العظيم الذي يكون للجميع. ويزيد سعادتنا في هذا العيد أننا على أرض مصر مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نفتتح كنيسة جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنيها مصر. هذه العاصمة التي تبنى كمشروع ضخم جدا يضارع في مساحته مساحة دولة مثل سنغافورة، وهو مشروع ممتد ومشروع طموح للغاية. ولكن السيد الرئيس المصري في العام الماضي 2017 أعلن عن بدء إنشاء أكبر كنيسة وأكبر مسجد على أرض مصر في العاصمة الإدارية، وها نحن في هذا العيد نفتتح مع سيادة الرئيس وكل الأحباء في القوات المسلحة والهيئة الهندسية التي تبنت هذا المشروع، مع شركات البناء والمهندسين والفنيين والعمال، وهم بالمئات. نفتتح المرحلة الأولى من هذه الكاتدرائية التي نسميها كاتدرائية ميلاد المسيح. كل سنة وحضراتكم طيبين. تمنياتي وتهنئتي للجميع في كل كنائسنا عبر العالم كله، راجيا الصلاة دائما من أجل السلام ومن أجل أن تعم الحياة الهادئة كل أرجاء الأرض. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.